أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف 11. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي تتضمنها الوحدة الأولى من الفصل الثاني. دعونا نبدأ. بداية، وكما يظهر أمامكم على الشاشة، هذه هي محتويات الوحدة الأولى: وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الدرس الأول سورة الحج. الدرس الثاني عظمة الله عز وجل، حديث شريف. الدرس الثالث من مقاصد الشريعة الإسلامية، حفظ العقل. الدرس الرابع كرامة الإنسان في الشريعة الإسلامية. والدرس الخامس من مساجد العالم الإسلامي. في الدرس الأول وهو سورة الحج، الآيات الكريمة من الآية الخامسة إلى السابعة، يتوقع من الطلبة تحقيق النتائج الآتية: تلاوة الآيات الكريمة من 5 إلى 7 من سورة الحج تلاوة سليمة، بيان معاني المفردات والتراكيب الواردة في الآيات الكريمة، تفسير الآيات الكريمة تفسيراً سليماً، أيضاً أن نتمثل التوجيهات الواردة في الآيات، ومن ثم حفظ الآيات الكريمة غيباً. هذه هي موضوعات الآيات. الآية الكريمة 5 تتحدث عن أدلة البعث، والآيتان الكريمتان 6 و7 تحقق البعث والحساب. بعد ذلك عزيزي الطالب، سننتقل إلى الدرس الثاني وهو عظمة الله عز وجل، حديث شريف. ويتوقع منك عزيزي الطالب أن تقرأ الحديث النبوي الشريف قراءة سليمة، أن تتعرف براوي الحديث وتعرف به أيضاً، أن تبين معاني المفردات والتراكيب الواردة في الحديث الشريف، أن تحلل مضمون الحديث الشريف، وأيضاً أن تمتثل القيم الواردة في الحديث الشريف، ثم بعد ذلك أن تحفظ الحديث النبوي الشريف المقرر غيباً. المحاور التي يحتويها الدرس: عظمة الله عز وجل، تحريم الظلم، حاجة الخلق لله تعالى وافتقارهم إليه، استغناء الله تعالى عن خلقه، عدل الله تعالى. بعد ذلك سننتقل إلى الدرس الثالث من مقاصد الشريعة الإسلامية، حفظ العقل. يتوقع منك عزيز الطالب أن توضح مكانة العقل في الإسلام، أن تبين مفهوم العقل في الإسلام، أن تعرف أبرز التوجيهات التي جاء بها الإسلام لحفظ العقل، وأن تحرص على تنمية العقل بالعلم والمعرفة. وهنا عزيزي الطالب، هذه الخريطة المفاهيمية من مقاصد الشريعة الإسلامية، حفظ العقل. مكانة العقل: ذكر الله تعالى العقل في القرآن الكريم في آيات كثيرة، وعبر عنه بأسماء وألفاظ متعددة. العقل أساس للاستدلال على وجود الله تعالى. العقل مناط التكليف لأصحاب العقول مكانة عظيمة. من ثم سننتقل إلى مفهوم حفظ العقل، ومن ثم سننتقل إلى توجيهات الإسلام لحفظ العقل: حماية العقل ورعايته، تنمية العقل وتطويره، تفعيل العقل. بعد ذلك عزيزي الطالب، سننتقل إلى الدرس الرابع، كرامة الإنسان في الشريعة الإسلامية. يتوقع منك عزيزي الطالب أن تبين تكريم الله تعالى للإنسان، أن توضح توجيهات الإسلامية لتحقيق الكرامة الإنسانية، أن تقدر حرص الإسلام على المحافظة على كرامة الإنسان. وبالطبع كما يظهر أمامك، فكرامة الإنسان في الشريعة، هذا الدرس ينقسم إلى محورين: تكريم الله تعالى الإنسان. أولاً، أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم، علم آدم الأسماء، أسماء الأشياء
كلها. كلف الله تعالى الإنسان بعبادته واختصه بحمل الرسالة وتبليغها. ميزه الله تعالى عن سائر المخلوقات في شكله وجسمه. سخر الله تعالى له الكون وجعله خليفة في الأرض. مبادئ الإسلام هي لتحقيق الكرامة، الحرية، تحقيق الكفاية الاقتصادية والعيش الكريم للإنسان، توفير الأمن للإنسان في نفسه وماله وعرضه، العدل، المساواة. بعد ذلك سننتقل إلى الدرس الخامس من مساجد العالم الإسلامي. يتوقع منك التعريف بكل من المساجد الآتية: القيروان والأموي والأزهر. توضيح الدور التعليمي والدعوي للمساجد الآتية: القيروان والأموي والأزهر. تقدير مكانة المسجد في الإسلام. هذا هو عرض سريع لما سنقوم بدراسته ومناقشته خلال هذه الوحدة. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.